ومن القامشلي تنضم إلينا مراسلة الغد ناز السيد. ناز، يعني ما هي التطورات الميدانية لديك بعد الاشتباكات التي وقعت في عين عيسى؟ طبعا بالفعل اليوم كان هناك هجوم عنيف من قبل الفصائل المسلحة على محيط بلدة عين عيسى. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تشن هذه الفصائل والجيش التركي هجمات واستهداف بالأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي على هذه القرى، حيث ردت قوات سوريا الديمقراطية على هذه الفصائل. طبعا قتل خلال هذه المعارك 9 عناصر من الفصائل المسلحة، وتم نقلهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي في مدينتي طل الأبيض ورأس العين. طبعا كما أشرت سابقا، يعني هذه ليست المرة الأولى. طبعا حسب ما يبدو على أرض الواقع، بالفعل هناك ضغط على قوات سوريا الديمقراطية لتنسحب من بلدة عين عيسى. يعني كما نعلم جميعا، هناك تواجد للقوات الروسية أيضا لقوات الجيش السوري في بلدة عين عيسى. هذه القوات لم ترد على مصادر القصف والاستهداف اليوم. طبعا كان هناك اليوم احتجاج للمدنيين امام القاعده الروسيه في بلده عين عيسى، طالبوا القوات الروسيه التي تتواجد هناك بالدفاع عن المدنيين، ولكن هذه القوات، يعني القوات الروسيه الى الان لم تتحرك ولم ترد على القوات او الفصائل المسلحه المواليه لانقره. طبعا حسب التقائي مع الجنرال فاليري القائد للقوات الروسيه هنا في مدينه القامشلي البارحه في المطار القامشلي، اكد لي بأنه لن يكون هناك أي هجوم للجيش التركي، أي هجوم محتمل على مناطق الشمال السوري، ولكن صباح اليوم كان هناك استهداف من قبل هذه الفصائل. يعني حسب كلامه، هو أكد بأنه لن يكون هناك هجوم كبير على هذه المناطق واحتلال لهذه البلدة من قبل الجيش التركي كما حصل في مدينتي رأس العين وطل أبيض. يعني هذه الاستفزازات اليومية في مدن الشمال السوري من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة اعتاد عليها الأهالي هنا في مدن الشمال السوري، لذلك يوميا المدنيين يقومون بالتظاهرات والاحتجاجات حتى أمام القواعد الأمريكية أيضا هنا في مدن الشمال السوري. يعني كما يعلم الجميع أيضا، هناك القوات الأمريكية أيضا في هذه المناطق، ورغم ذلك يتم استهداف هذه المناطق من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة. يعني هناك مصادر تحدثت بأن الجيش التركي قد حصل على الموافقة وعلى الضوء الأخضر من الجيش الروسي لشن هذه الهجمات على مواقع والمدن الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. نعم. يعني كما يعني أيضا هناك اليوم كان هناك إصابات في صفوف المدنيين، هناك أكثر من 6 إصابات من المدنيين تم نقلهم إلى المشفى المدني في مدينة عين عيسى. يعني هذه الانتهاكات، هذه الاستهدافات التركية نعم. ناز القامشلي، ناز السيد، كنت معنا من القامشلي، شكرا لك.